سيدي، المؤتمر الذي تحاول فرنسا أن تقيمه في العاصمة الفرنسية في 23 من هذا الشهر لا يعرف مدى نجاحه، لأن هناك شروط لنجاح هذا المؤتمر. هل تجلس واشنطن على الطاولة في مؤتمر باريس؟ هل تستطيع باريس إقناع السعودية والإمارات أن يجلسا على هذه الطاولة؟ ما لم يحصل هذا الأمر فإن المؤتمر محكوم بالفشل. ولنتذكر ما حصل اليوم، كان هناك سجال ما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. للمفارقة فإن الرئيس ماكرون ذكر رئيس الوزراء الإيراني بالقول إن إنشاء دولة إسرائيل تم بقرار من الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تحترم قرارات الأمم المتحدة. وصل الكلام العلني بين الطرفين إلى هذا الحد. ما لم تكن فرنسا على مسافة واحدة من الأطراف المعنيين فإنها لن تنجح في عقد المؤتمر. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية المتعلقة بالداخل اللبناني، كيف ستستطيع فرنسا أن تقرب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانيين وهي ترى بأم العين أن المرحلة هي مرحلة تصعيد؟ يعني حتى سبق لإيمانويل ماكرون أن تحدث مع حزب الله عام 20 بعد انفجار المرفأ، لكن هذا الكلام لم يؤدي إلى نتيجة. وما هي الشروط التي تجعل هذا الكلام اليوم يؤدي إلى نتيجة؟ للأسف الموقف الفرنسي اليوم يتخبط. فرنسا ضائعة بين الجهود الدولية وبين جهود الداخل اللبناني، لكنها تعلم أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة ما لم تكن واشنطن هي راعية لهذا التحرك. وحتى اليوم هناك مسافة بعيدة بين المقاربتين الفرنسية والأمريكية. وفي الخلاصة لا نستطيع التعويل كثيرا على التحرك الفرنسي.